مينو هالقصير الباع؟ مينو مينو هالقصير الباع؟ الله كلمة مزبوطة على طول. مينو المش عارف شماله من يمينه؟ مينو هالقصير الباع؟ مينو اللي الزغلول قرص له عجينه؟ والله بيحشرك والله بيحشرك. مينو هالقصير الباع؟ مينو اللي الزغلول قرص له عجينه؟ الواقف وقفة الناس الأكابر بوجه معلمين معلمينه. صورة مشوهة، صورة مشوهة عن وجه عابر مكانه قبل موته شايفينه. ولما صار في جوف المقابر مثل الرب صاروا مألهينه. وقت ما كان على الأوجاع صابر كان يشكي ومكانه سامعينه. وبصدره كانت تشك الميابر ساكت والفلك يسمع أنينه. الله يبارك في الرجال. بصدره كانت تشك الميابر ساكت والفلك يسمع أنينه. استغلال اسمه ظلم جائر بكفي قبل موت قاهرينه. خفاكم على وخز الضمائر وعصوت الجوع كنتم سهرينه. خفاكم على وخز الضمائر وعصوت الجوع كنتم سهرينه. كانت صفنتو تهز المشاعر يا شاعر ربنا المثلك يعينه. وكم شاعر بقلبه ألف شاعر عجينك يا زكي مش من عجينه. علي بو حسين هالركب المسافر ويليام صعب هاللاطب عرينه. وفرحان العريضي اللي كان قاهر عدوه عن شماله وعن يمينه. وابن السبعلي الطود المعاصر المعن عيار يكفي تنزينه. وابن السبعلي الطود المعاصر المعن عيار يكفي تنزينه. وزين بعنتريات النوادر اللي عشر حقه عاطينه. هذا مش مكتوب اللي عم تحكيه. يا راب زينك ولا زين؟ هذا تعال مش مكتوب اول انتبه. تاريخ الادب والشعر كافر. يا شباب روقوا اذا بتريدوا. يا شباب في لجنة بتحكم ولجنة بتقرب. اذا كل واحد منا بده يحكي يا شباب ما بنحصل على نتيجة. اذا بتريدوا روقوا لنقرر وبنقولكم شو قررنا. طولوا بالكم. تاريخ الادب والشعر كافر. في مفاجأة. طولوا بالكم. تاريخ الادب والشعر كافر ما اتعب ضمير الكاتبينه. تاريخ الادب والشعر كافر ما اتعب ضمير الكاتبينه. هذا الموضوع مكتوب على الارتجال. اذا بريد اللجنة تطلب من موسى الزايد انه يرجع على الكرسي وبعد شوي بتقرر اذا بتريدوا. تاريخ الادب والشعر كفي كفي يا عم كفي. ايه كفي كفي. تاريخ الادب والشعر حدا
حدا يطلع يغني معي. انا حاضر. غني ارتجال كافر. تاريخ الادب والشعر كافر. ما اتعب ضمير الكاتبينه. انا راجعكم بوجه سافر. فهني كاتبه اكسر يمينه. لو حملت وجهك بالمحال. يا عبد الجليل. يا عبد الجليل. يا عبد. بعدنا هلا. يلا يا خي تفضل. هلا بعد. يا عبد مطلوب منا موضوع يا خي تفضل على الموضوع. عبد الجليل. عبد الجليل. يا عبد الجليل. كيف خليك بصميم المعركة؟ هي معنا تفضل. معنا. يا غيب خليك بصميم المعركة وهي الخوابي وقول يا زنود عركي. لكن عدوا لطفي يا شباب. عدوا لحظة اذا بتريدوا. عدوا 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 يا اخوان. بس تكفي عم تسمع اثنين عم نغلوا وقت الانتجالي. بس تكفي على عم نستعين دروس اقلام. احنا الاستاذ عبد عم يستعين دروس اقلام وعم بكفي ارتجالي. طولوا بالكم شوي. ارتجالي الحفلة. الحفلة ارتجالي 100%. يلا يا عبد. يا انيس. بتعذروا الاستاذ عبد اذا ما عنده صوت. اذا انتوا بتقدروا الكلمة اسمعوا الكلمة. يعني كلمة الشعر اسمعوا الكلمة مني. اعملوا البتونية. بس اذا بتريدوا اسمعوا الكلمة واتركوا لنا الصوت على جنب الليلة. طولوا بالكم شوي. لحتى ننهيها بالتي هي احسن. يا صغيب خليك بصميم المعركة وهي الخوابي وقول يا زنود عركي. ومين بغني كذا؟ الواقفين يقعدوا يا شباب قعدوا. كتر الحكي ما بيثبت وجود الذكي. يلا عال. يا ما الحكي بيجر اصحابه البكي. يا صغيب خليك بصميم المعركة وهي الخوابي وقول يا زنود عركة. مش رح يدوب. عبد الجليل الزين غنى مطرح وابن الجنوب بيحمل سلاح الجنوب. يا زين. يا عم اعطيك السلف. اسمعوا. الو الو يا شباب. الو الو يا شباب. يا استاذ زين. نحن ابن الجنوب وابن كسروان وابن الشمال كلنا ابناء لبنان. لذلك اذا بتريدوا استاذ بطرس ديب الكرسي لموسى زقايب. هاي هلا دور موسى زقايب. طول بالك استاذ موسى. رجع لمطرحك اذا بتريد. وين
ترابية عود مطرح. عود مطرح. استاذ ابو شعرة كل شاعر يرجع لمطرحه. انتوا بتعملوا فوضى ارجعوا لمطرحكم. انتوا شعار الارتشال ارجعوا لمطرحكم. منيح يا خيي. ارجعوا لمطرحكم بس. أنا أول. يا شباب يا شباب انا عم بحكي ابو تامر بترجيكم تذكروا انه بكرة في حفلة اذا بدي يطلع فضا عنا الحد يا عون انتزع المجتمع تخربوا بعد متعاهي تنزعوا فيه الحفلة تنزعوا فيه شو الحفلة؟ طول بالك ابو تامر. طول بالك ابو تامر. والحفلة خلص طول بالك خي موسى حسب اعلان حسب ما طلبت اللجنة خلص انه الحفلة تنتهي لحد هون وبكره بتكمل انتوا عبد الجليل. انا موافق. خلص بكره بتكمل انتوا عبد الجليل. تحت الحفلة الحفلة هون يا شباب تحت الحفلة. روح شوي. ميتي الف هاي طول بالك. ليش قالت هيك؟ إذا بتريدوا. طيب بتريدوا عبد الجليل غني مع موسى؟ طيب روح شوي. نشكر حضوركم وإلى اللقاء مساء غد في مباراة الأخذ في السأل. لا 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 بيتحدى كل شعار ارتجل مساء غد ارتجالي بقى على حفلة ارتجالي بكرة عشية مع عبد الجليل وهبي اذا بقيت بكرة مع عبد الجليل وهبي. هلا الى اللقاء مساء غد وشكرا للجميع. وقفوا لي وقف الجولات بس لطة. اذا بتريدوا يا شباب كل واحد على سيارته وبكرة عشية من كف الحفلة وبعيدة مرة تانية عبد الشريل وهبي بكرة بدو يتحدى 16 شيعة. هلا خلص خلص انا هلا مين برد لبكرة. انا والله طالع عبالي غني بس يا عمي.